لما أراد أن يحمل حملته الأخيرة جاء به الإمام إلى وسط المخيمات ونادى على النساء والبنيات الهاشميات: هلمن يا نساء ودعن علي الأكبر فإنها الحملة الأخيرة. بعد ما يا راح يرجع علي ابن علي الأكبر، ما راح يرجع. لما أن ودعنه النساء قال له بني، قال بلى أبا، قال أريدك أن تكبر وتؤذن، أريد أسمع صوت رسول الله. بعد ساعة يروح هذا الصوت وبدأ علي الأكبر رافع صوته بين المخيمات: الله أكبر. فضجت المخيمات بتكبيرات علي الأكبر كأن رسول الله صلى الله عليه وآله يؤذن في وسط المخيمات. لما أراد أن يمشي خطوات علي الأكبر قال له الإمام: بني أريدك أن تمشي أمامي. ليش؟ أريد أشوف مشية رسول الله قدامه، ترى قلت لك شبيه النبي خلقا وخلقا ومنطقة، يتزود من عد ولده وهذا فلذة كبده. رواية تقول أن الإمام لما وقف على مصرع الأكبر وضع يده على كبده، هذا فلذة كبده الأكبر، وطلع بأبي وأمي حتى نزل أرض الميدان، غاص في وسط الجيش حملاته تشبه حملات علي بن أبي طالب. الإمام الحسين يشاهد ولده وحملات ولده، فهو يصرخ ويقول: إيهن ولدي، إيهن ولدي، ذكرتني بحملات جدك أمير المؤمنين، ما هي إلا لحظات. وإذا بالإمام يسمع الصرخة من عمق الميدان: أبا حسين أدركني، أبا حسين في أمان الله، أبا حسين في دعة الله. انطلق الإمام إلى ولده وهو ينادي: ولدي، ولدي علي. إلى أن وصل إلى جسد ولده ارتمى على جسد الولد، لكن على أي حال رآه مقطع عين، مبضع عين، مفصل الأعضاء. ألا من مناد وعليا، نادى عاد الإمام وهو يتمرغ على جسد ولده علي. ترى ضربتين أثرت في علي بن أبي طالب عظميين، الأولى على هامته وأخرى في خاصرته، أخذ الدم ينبعث كالميزاب من خاصرة علي الأكبر ومن رأسه. رآه أباه بتلك الحال ناداه: على الدنيا يا بعدك العفا، على الدنيا بعدك العفا يا ولدي، من قطع وصالك بسيفه يا علي، يا ابني بعدك على الدنيا العفا، فرقاك شيا يا ابني أكبر يا نور العين يا معفر الخد، شيبتني يا ابني وخليت القلب ما أفطر، ويا ابني شيبتني يا ابني وخليت القلب ما أفطر، من عم
عمك العباس ظهري يا علي ما اكسر اكبر يا نور العين. يلا يا معفر يا ابني شقول لعمتك لو سايلت عينك وليلة الحزينة ترتجي ما آيست منك أكبر يا نور العين. الله ما اقدر اقول لهم علي مطروح بالرمضة العدوان جسمه مقطعينه مردد الاعضاء اكبر يا نور العين. يا معاف شال المدلل فاق صدره وللخيم عاد ودمع يهل ويصيح فتني فقد الأولاد إلى أن احتمل الولد على صدره. لكن شلون احتمل الولد؟ يقولون وضع بردة جسم الولد مقطع لف ابنه علي الأكبر في بردة وشال على صدره وراح عاد إلى المخيمات. يا أهل الخيام جاكم عليكم يا أهل الخيام جاكم عليكم أو شوفوا على صدر جنازة محمو طلعن يا ويلي من الخدر عما شافن علي مرمي ويجر وانا ومن الطابر ما تنحص جراحة وزينب على دموعها مهمولة ويا أهل الخيام لو شوفوا على صدر جنازة محمو خرت على جسم العزيز تناد شيبت راسي يا شبيه الهاد وليلة تحن وتصيح ذاب فادي تمشي وتعثر مشية المذهولة ويا أهل الخيام لو شوفوا على صدر جنازة محمو إلى أن وصل بالولد وسط المخيمات. خرجت زينب وكانت على عادتها زينب تتلقى جسد الشهيد من على صدر الحسين هم تساعد أخوها في حمل الأجساد إلى أن وضعته في خيمة الموتى خيمة الشباب. عاد هني ليلى طلعت من خيمتها لقت زينب أين ولدي يا زينب قالت لها ولدك هناك هناك يتمرغ على جسده الحسين في خيمة المولى في خيمة الموتى. زينب وين جاب حسين باقي ضحايا كربلاء ورد محتار ما لنص
صار اسمع شايل بصدر مدللة. الله يساعد أبا عبد الله. رد محتار ما لنصار شايل بصدر مدللة شال الولايات ومدامعة مسفوحة يمشي وعلى صدره يتفيض جروحة عايف حياته وبس يجود بروحه. اسمع مثل السيل دمع يسيل والكبد منام والولا مثل السيل دمع يسيل والكبد منام والولا. بعد اسمع زينب وليلة وسكنة تلقنا بحالة الموت حالة شافنا شبلة يجرونا وهي جرونا. اسمع حال الحسين حن وصاح الأكبر راح والموت من بعد حلا اي حن وصاح الأكبر راح والموت من بعد حلا. كان ينادي الإمام على الدنيا بعدك العفا يا ولدي. عاد ينادي الأم لما وصلت إلى جسد ولدها قامت عاد تتمرغ على جسد الولد. حل يا حزام يا ليلى وغمض عين الشباب. حل يا حزام يا ليلى وغمض عين الشباب وارفعي خد المدلل مهجتي عن هالترى وعليا ما تهنت بشبابك لتعشي لهنا يا قصير العمر يا ابني ليت يومك لادنا على الدنيا محسر وعمرك 18 سنة عفية قلبي شلون صابر كيف ما تفتت وذاب. وحل يا حزام يا ليلى وغمض عينش حل يا حزام يا ليلى وغمضي